يسأل أيضا في باب الزكاة عن ذهب المرأة وهو حلوها ومقداره ب300 دينار أردني تقريبا يقل أو يزيد حسب سعر الوقت. وقد سمعت أن حلي المرأة يزكى مرة واحدة في العمر وقد زكيته تلك المرة. أما إن كان يزكى دائما ولا يوجد نقود هل نبيع منه مثلا ونزكيه؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. زكاة الحلي الذي تلبسه النساء فيها خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه أصبح من الأموال المستعملة كالثياب، ثياب الملابس والمساكن والمراكب التي يستخدمها الإنسان، هذه لا زكاة فيها لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، فليس فيه زكاة. هذا قول جمهور أهل العلم قديما وحديثا. ومن العلماء من يرى أنه تجب فيه الزكاة، فإذا زكاه الإنسان احتياطا وخروجا من الخلاف فلا شك أن هذا عمل مستحسن وأبرأ للذمة. وأما كيفية تزكيته فإنه يزكيه سواء منه أو يخرج من غيره ما يقابل ما يجب فيه من الزكاة على قول من يرى ذلك. نعم.